أعزائي المشاهدين، بعد التحية يمكن ما زلنا نرصد الأوضاع في مدينة العريش. نتحدث عن زيارة مهمة للغاية لوفد من مجلس الأمن الدولي، ما يقرب من 14 دولة يزور مفدين لها مدينة العريش للاطلاع على المساعدات. يمكن نتحدث الآن ونحن في المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية والدولية المقدمة لأهالينا في قطاع غزة. كم كبير من هذه المساعدات موجود؟ كميات من الأدوية، كميات من المواد الغذائية، كميات أيضا من المواد المعيشية والمستلزمات المهمة للغاية. يمكن الوفد يطلع على كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها من الهلال الأحمر المصري وكيفية التنسيق بينه وبين الهلال الأحمر الفلسطيني لإدخال هذه المساعدات. يمكن كان هناك زيارة منذ قليل لمستشفى العريش العام، وتم الاطلاع على كافة الإجراءات المقدمة من رعاية طبية كاملة للمصابين الموجودين في المستشفى. والآن نحن متواجدون في المركز الخاص بالهلال الأحمر المصري لتجميع هذه المساعدات. يمكن الوفد يستمع في هذه اللحظات لشرح مفصل من الهلال الأحمر المصري حول كيفية إدخال المساعدات، حول نوعية المساعدات التي تدخل، حول أيضا الإجراءات المتبعة في معبر رفح المصري لإدخال هذه المساعدات للجانب الفلسطيني. فرغم استمرار العدوان الإسرائيلي لما يزيد عن 65 يوما، إلا أن المساعدات ما زالت هناك عملية من التباطؤ في إدخالها، وهناك عرقلة من الجانب الإسرائيلي في إدخال هذه المساعدات. الوفد الموجود المكون من عدة دول هي أعضاء في مجلس الأمن الدولية يطلعون على أرض الواقع على هذه الإجراءات الخاصة بإدخال المساعدات. يمكن كان لنا لقاء مع مندوب الصين الدائم في مجلس الأمن، وأكد أنه من الضروري العمل على إدخال المزيد من المساعدات والاستمرار في إدخال هذه المساعدات حتى يتم الوصول لمستحقي تلك المساعدات من أبناء قطاع غزة المتواجدين سواء في شمال القطاع أو في جنوب القطاع. إجراءات مستمرة للغاية، وتأكيد على أهمية الدور المصري القوي في إدخال هذه المساعدات، في تجميع المساعدات الدولية. كميات كبيرة من هذه المساعدات تأتي عبر مطار العريش الدولي. يمكن هنا يتم تجميع كل هذه المساعدات تمهيدا بعد ذلك إلى إيصالها إلى معبر رفح الحدود. يمكن رصدنا أكثر من زيارة لعدد من المنظمات الدولية لهذا المركز، مركز الهلال الأحمر المصري للخدمات اللوجستية، والتي تعمل على مدار الساعة لاستقبال الطائرات التي تأتي من مختلف دول العالم وإيصال تلك المساعدات إلى الجانب الفلسطيني. يمكن كل أعضاء الوفد المتواجدين في هذه اللحظات يتابعون باستمرار كيف يتم تجهيز هذه المساعدات، كيف يتم نقل هذه المساعدات من هنا من المركز الخاص بالهلال الأحمر المصري إلى عبر عدد من الشاحنات إلى الهلال الأحمر الفلسطيني عبر معبر رفح. ويمكن عدد كبير من هذه الشاحنات يتم التنسيق فيها بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني. كميات متعددة ومتنوعة من المساعدات، هناك كميات من الأدوية، هناك كميات من المستلزمات المعيشية التي هي في انتظار السماح لها بالدخول إلى معبر رفح عبر جهود مصرية قوية وتنسيق شامل ما بين مصر والشركاء الدوليين من جانب، وكذلك الجانب الفلسطيني من أو على جانب آخر. يمكن هناك تنظيم قوي على هذه المسألة التي تتم على مدار الساعة، ويمكن عدد كبير من المنظمات تتابع عن كسب هذا الإجراء الذي يتم داخل المركز الخاص بالهلال الأحمر المصري. يمكن أعضاء الدول التي تزور مصر حاليا والمشاركين في هذه الزيارة تفقدون تلك المساعدات، يطلعون على كافة الإجراءات تمهيدا لنقلها بعد ذلك إلى قادة هذه الدول ولزعماء هذه الدول وإلى أيضا مجلس الأمن الدولي ليكون هناك معرفة عن قرب لكافة الإجراءات التي تتم على أرض الواقع. التأكيد أيضا من خلال هذه الزيارة على ضرورة دعم توجيه العديد من المساعدات إلى الجانب الفلسطيني، على ضرورة استمرار دخول المساعدات، تنظيم دخول هذه المساعدات إلى عبر معبر رفح إلى الجانب الفلسطيني، وضرورة أن يكون هناك ضغط على قوات الاحتلال حتى يتم دخول أكبر كم من المساعدات، ويمكن الوصول أيضا إلى وقف لإطلاق النار. هو يعني موضوع على ساحة النقاش وعلى الساحة الدولية بشكل كبير.
كل أعضاء هؤلاء الزعماء أو هؤلاء الوفود المندوبين الدائمين لدى مجلس الأمن في هذه الزيارة للاطلاع على كافة الإجراءات على أمل إيصال تلك المعرفة وتلك المعلومات إلى مجلس الأمن ليتم اتخاذ قرارات حيوية خاصة بدعم الأشقاء الفلسطينيين وخاصة أيضا بالتأكيد على ضرورة إيصال هذا الكم من المساعدات التي تأتي من مختلف الدول العالم عبر مطار العريش الدولي وعبر الجهد المصري المبذول في إطار دعم القضية الفلسطينية وإطار أيضا دعم أبناء غزة في مواجهة هذا العدوان الكارثي على القطاع.